السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين 12/1439 نحن في قاعة سليمان زقزوق رحمة الله عليه في مركز حي النهضة في جدة. نحن نحتفل اليوم ثاني احتفال لنا باليوم الوطني مع مجموعة السعادة صناعة التطوعية، حفل خيري والاحتفال مع ذوي الإعاقة تابعين لمركز التأهيل الشامل ومع كبار السن من دار المسنين بمكة ودار الأيتام لدار التربية بحضور ومجموعة من وجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة. قبل الحفل قلنا قبل زحمة الحفل نلتقي بالدكتور محمد السريح مجموعة سعادة صناعة الصناعة التطوعية. دكتور محمد، الكثير يمكن ما يعرف، أعطينا فكرة عن المجموعة هذه بشكل مختصر وحفل اليوم برضو بشكل مختصر. بسم الله. أولا أنا هو محمد السريحي، عضو من أعضاء الجمعية. محمد السريحي أحد فريق جمعية أو مجموعة السعادة صناعة، لأنها الآن تعتبر مجموعة وليست بجمعية. بالنسبة لعملنا هو تطوعي، وما شاء الله مجموعة من الأخوان من شتى المجتمع، المعلمة والإدارية والمهندس، وكلنا مجتمعين على أنه نخلق السعادة أو نزرع السعادة على شفاه الأخوان اللي الأقدار أو الظروف منعتهم. المستهدفين اليوم المستفيدين اليوم من هذا الحفل، أو إحنا سوينا اليوم الوطني بمناسبة تكريم لهم اللي هم كبار السن في دور الرعاية في مكة أو إسكان مكة لكبار السن، وأيضا من أبنائنا الأيتام وأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا نقول ذوي القدرات العالية. دكتور، بالنسبة للمجموعة حقتكم، يعني أنتم كم سنة لكم؟ إيش أهدافكم؟ تعاونكم مع مين؟ والله هم الأخوان يعني مجموعة لهم سنتين، ولكن أنا يمكن أحدث عضو معهم. بإذن الله، ولكن أعمالهم يعني كثيرة، وبالذات بالاهتمام وتدريب كمان لهم الكوادر من أبنائنا أو بناتنا في دور الأيتام، يعني نعمل لهم دورات تطويرية على أساس إن كيف يقدر يستخدمها في المجتمع، تأهلوا يعني تأهيل لهم العمل وفي تكميل عمله دراسته. في يعني تنسيق مع جهات اخرى، تعاون؟ والله احنا نسمع تناغم حاليا في، طبعا هي نقول يمكن النواه الاولى عن طريق الدكتوره بيهان يماني رئيسه مركز تناغم الحياه للاستشارات، هم المجموعه اسسوها وصارت هي احد اعضاء المجموعه، ولكن مستقل مركزها في جده. هنا مركز تناغم الحياه في جده، ولكن هي مجموعه مستقله، ولكن يعني هم يقوموا بالتدريب، يعني وانتو تدريب خيري يعني من دون مقابل. دون مقابل يعني يعطيها العافية دكتور الآن، تعمل لهم دورات دورات بدون أي مقابل. بدون أي مقابل، والأعضاء برضو في منهم اللي يعملون أعمال يدوية. أشياء خزفية، فما شاء الله المجموعة. دكتور محمد، تجهيز الحفلة اليوم إيش الناس يعرفوا؟ سمعت من الأستاذ أحمد الجحدلي إنه كله تبرع، هذا تبرع فعلا الحمد لله، يعني كله تبرع، كله تبرع يعني سلام من أهل الخير. السلام اللي تبرع اللي هو برضو معانا الحفلات، شركة أو مؤسسة باسم مناسبة الحفلات، يعني مجموعة غير الأخوان العرب. غير الأخوان اللي يعني الحمد لله، بالعكس أنا أشوف يعني شيء جميل. يعطيكم العافية وسعيدين ومتشرفين إنه القاعة هذه اليوم أول يوم تعمل، والتقييم أول يوم هذا، فتشرفنا وتباركنا بوجودكم معنا في هذه المناسبة الجميلة. يوم وطني في نفس الوقت أول ظهور رسمي بشكل هذا السعادة صناعة. الله يعطيك العافية، سعيدين. الله يعطيك العافية. معنا اليوم مفخرة من مفاخر سيدات الوطن، الدكتورة بيهان يماني، دكتوراه في السلوك المعرفي. دكتورة، تناغم اسم المؤسسة حقتكم؟ تناغم الحياة. تناغم الحياة. واليوم الاحتفال الجميل هذا للمسنين، للأيتام، لذوي الاحتياجات الخاصة، للتوحد، أنتم لا تعلمين اليوم كم شرفتونا في هذا المركز. ما فكرة عن هذه المؤسسة؟ الله يكرمكم يا رب. احنا مركز تناغم الحياة للاستشارات التربوية والتعليمية، متحدين مع مجموعة السعادة صناعة، وشرفوني بإني أكون أنا عضوة معاهم. تلاقينا في الفكر، تلاقينا في الروح، تلاقينا في الأهداف، في خدمة المجتمع. فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني تركيزنا كان على خدمة المجتمع للفئات اللي قد ما الدولة أعطت فيها، قد ما الدولة أعطت فيها، لكن للأسف مهمشين من الآخرين. فإحنا بنركز على هذه الفئات، وبنسلط عليهم حقوقهم، وبنعرفهم كيف يتناغموا مع الحالة اللي هم فيها ويتقبلوها بصدر الرحب، ويتكيفوا
ويقدروا يتمتعوا بالخدمات اللي الدولة بتعطي لهم إياها. إحنا ما قدمنا شيء كثير، بالعكس قدمنا لهم أقل من حقهم، ونتمنى إننا نكون فعلاً لمسنا شيء يخصهم وإنهم يكونوا مستمتعين معانا. هم أصحاب فضل علينا، وشاكرين لمركز حي النهضة مع دكتور رامي بأنه فضل علينا بهذا اللقاء، وأنه ساعدنا هذه المساعدة، وأنه احتوانا كمجموعة ومركز. حياكم الله جميعا. الله يحييكم في أي وقت، ونحن سعيدين بكم في كل وقت نتناغم معاكم بإذن الله. إحنا نستفيد منكم ونتعلم منكم. أستغفر الله يا دكتور. عموما هي تناغم الحياة والسعادة صناعة، هدفها كلك أنت تتناغم وأنت مستمتع وسعيد. ترى حتى بتناغمين معنا مركز حي النهضة، حتى اجتماعي تدريبي ما شاء الله لا قوة. وعموما إحنا كنا نتواصل مع الفئات عن بعد، والآن حنتواصل فيها عن قرب عن طريقكم. حياكم الله. اليوم في هذا الحفل اليمين مجموعة السعادة صناعة الدكتورة اسماء الغابري. اسماء الغابري إعلامية ومعروفة، وحدثينا أستاذ أسماء عن اليوم هذا، عن المجموعة، إيش عملكم خلال السنوات يعني كم لها، إيش نشاطكم، حتوصلوا لإيش؟ أولاً يسعد مساكم بكل خير. إحنا مجموعة تطوعية، الحمد لله إحنا نشوف إنه اللي معانا من كوادر المجتمع. تقريباً لنا سنتين ونص أو سنة، أكثر من سنتين، أجمعنا لنا هدفين بنحققه في المجتمع. أول هدف إن إحنا بنقوم بعمل فعاليات ترفيهية لفئات محددة، المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة والأيتام. والهدف الثاني إن إحنا بنقوم بعمل دورات تدريبية لفئة الأيتام والمشرفين عليهم. بنقدم هذا الدور من واجبنا كمسؤولية مجتمعية تجاه هذه الفئات. إحنا في مننا يعني من الإعلام، في مننا أكاديميين في الجامعة، في مننا مهندسين، من كافة من كافة المهن اللي موجودة ومن كافة الكوادر، اتجمعنا على الخير وعلى حب الخير وعلى حب هذه الفئات. كثير من الناس ناسيهم، أو تقريبا الأغلبية ناسيهم في زيارات، ناسيهم في فعاليات يقيموها لهم، ناسيهم في أيام معينة في الأعياد، في يوم وطني زي هذا. احنا اليوم الفكره اللي عندنا فقط لهم اليوم، مستهدفين لهم هم. لهم هم 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 الكوكبه حقت الحفل. الكوكبة اليوم معزوم فعلا، يعني من وجهاء جده، ومعزوم شخصيات بارزه ما شاء الله، لكن احنا قررنا انه هم الضيوف الشرف اللي موجودين معنا في هذا الحفل. حبينا انهم يعبروا عن حبهم للوطن بطريقه مجتمعيه معنا احنا. قد ما نقدر حاولنا ان احنا نجهز لهم يعني كل شيء يبسطهم ويسعدهم. ما شاء الله تبارك الله، في كثير من الجهات اللي انا استغربت تفاعلهم، في من يعني اللي تبرع بانه ينظم الصالة، اللي يجيب العشاء، اللي يجيب الضيافة، ما شاء الله تبارك الله مو مستغرب. الترتيب تم تقريبا في يوم، وبعدين اخذت تفاصيل الترتيب في خلال اسبوع. إنجاز إن إحنا نقوم بفعالية بهذا الشكل في هذه المدة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا بحولنا ناس طيبين وقلوبهم طيبة وفعلا تحب تعمل الخير. أنا جدا سعيدة بهذا اليوم، وإحنا سعيدين بتشريفكم لنا في مركز حي. الله يسعدكم، ونتمنى أنكم دائما تكونوا معنا. أنتم قمتوا بأهم دور فعلا، يعني أنتم قمتوا باحتواء الفرق التطوعية اللي هي تحتاج دعم وتحتاج يعني كمظلة توجد تحتها، بتقدموا لهم كل أنواع الدعم، وفرتوا لنا كل حاجة. من جد يعني إحنا فخورين بوجود مسؤولين بهذا التواضع، بهذه الروح الجميلة، بروح العمل، بدعم المجتمع ودعم الفرق التطوعية ودعم كل الفئات. من جد يعطيكم ألف عافية. أتمنى أنه يعني المتابعينك يشوفوا الحفل ويعطونا تقييمه. الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية. ولن يكون آخر حفل إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذ حسن بصفر، رئيس مركز حي النهضة والناشط الاجتماعي، عضو مجلس البلدي، مشاركة الاجتماعية في مستشفى الصحة جدة، علاقات المرضى في مستشفى الملك فهد. مركز حي النهضة الآن دوبه شغال ودوبنا القاعة. إيش الكلمة كده تقولها بالضيوف الكرام هذول اللي حضروا لنا؟ أول شيء سعداء اليوم بهذا اليوم مع دول الاحتياجات الخاصة، مع دار المسنين، أن يقيموا أول حفل في أول قاعد الشيخ سليمان زقزوق في مركز حي النهضة. ونشكر مجموعة
سعادة صناعة على هذا الحفل وتنظيم هذا الحفل البهيج. وكل عام والوطن بعز وافتخار نشكرهم على هذا التنظيم، والحمد لله رب العالمين الذي عزنا بالإسلام. وأيضا نفتخر بالفئات ذوي الحجية الخاصة والمسنين، هذول هم آباءنا وأجدادنا، ولازم كلنا إحنا كشعب سعودي مسلمين وعاطفيين ومسكين ديننا نهتم بهذه الفئة، هذه الفئة عزيزة علينا. والمركز حريص على هذه الأشياء، يعني الحمد لله عشان اجتماعي حريص جدا جدا بهذه الفئات وجميع المجتمع وجميع شرائح المجتمع، ولا ينظر للربح ولا ما عندنا ننظر بالتكاتف الاجتماعي وبين وبين أبناء الحي في أي فئة. يعني هذا مركزهم ونشاركوا فيه في جميع الأنشطة الرياضية، وهذه صالة احتفالات. شوف الصالة الآن ما شاء الله تبارك الله تتسع ل 180 شخص. وشكرا لك يا مهندس رويد على هذا الاستضافة. محمد حي سعود حي حبيب الله يسعدك. حقتي ما زبطت. ايش تقول بمشاركتك هذه؟ والله يا اخي انتم فاجاتونا بالتنظيم الجميل هذا، فالله يجزاك خير باش مهندس. دوب الجديد لسه دوب والله هنيئا هنيئا لكم، والله من كل قلبي هنيئا لكم. اولا بحب نرحب بمجموعه السعاده صناعه ومجموعه تناغم الحياه، كل الدكاتره كل المفكرين كل الفاضلات كل الفاضلين. اليوم شرفتونا في هذا اليوم، العمل اللي شفته اليوم من الصباح وقبل بيومين الأستاذ أحمد الجحدر الله يعطيه العافية والأخوان معاه بتبرعات بكذا، الجمال اللي نراه أمامنا الآن من الكوكبة كما ذكر الأستاذ أسماء، وهم ضيوف الحفل وهم أساس الحفل. نبدأ عشان الأستاذ النبال يبغى يقول وصل مشاركته وجاي من بعيد كله عشان يشاركنا هذا الحفل الوطني. قبله نبدأ بالسيد المحضار الله يعطيه العافية، ونكمل بعدين فقرات الحفل مع الأستاذ أحمد الجحد. أقيم الصلاة وينال من صلى عليه.